السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم ملاعب بلدنا. طبعا ملاعب بلدنا بتختص وبتهتم بجميع الأقسام، القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث وكذلك القسم الرابع وقطاعات الناشئين المختلفة على مستوى الجمهورية. طبعا كلنا شفنا نادي الزمالك والنادي الاهلي، بنهني نادي الزمالك بفوزه العزيز طبعا واحتلاله المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وطبعا الاهلي في مفاجاه غير ساره يتعادل خارج ملعبه بهدف لكل منهما، وطبعا المشوار لسه طويل وان شاء الله باذن الله نتمنى صعود الناديين الاهلي والزمالك لنهائي افريقيا باذن الله. طبعا أندية القسم الثالث طبعا جات لنا رسائل كتيرة بطبعا عدم الاهتمام بنتائج القسم الثالث والرابع. لا، احنا طبعا محضرين طبعا في هذه الفقرة الأولى طبعا أكثر من مجموعة لإلقاء الضوء عليها، منها طبعا مجموعة الجيزة الاتصالات يفوز على نادي الدخان بهدف نظيف، وجلدي يفوز على نادي حلوان بهدفين مقابل هدف، وكذلك البدرشين يفوز على جنس بهدف نظيف، وابو النمرس يفوز على الصف برباعية مقابل هدف وحيد، ونادي القوم يفوز على بشيل بهدف نظيف، والمعادي والعياط فوز العياط ب3 أهداف مقابل هدفين، وفوز اكتوبر على نادي الصيد بالانسحاب 2-0. بس هنقف هنا، طبعا اكثر من 3 أندية أو 4 أندية طبعا قاموا بالانسحاب، منها مباراة في القسم الثالث و3 مباريات في القسم الرابع، وطبعا المفروض نشوفه عقوبة مغلظة بالنسبة للانسحابات، مش جواب يبقى فيه اعتذار يرجع على طول كده النادي المنسحب. طبعا انسحب نادي الصيد أمام نادي أكتوبر واتحسبت النتيجة اعتباريا 2-0، وكذلك برضو بالقسم الثالث بمجموعة القليوبية الأستاذ مسعد مجاهد طبعا أشار في نتائج المجموعة الخاصة بمنطقة القليوبية لكرة القدم طبعا بانسحاب ناديين أبو زعبل، شركة الأدوية تنسحب أمام شبين، وأبو زعبل تنسحب برضو أمام نادي الأمل. طبعا مش عارفين ايه شكل الانسحابات ديت، وطبعا اتحاد الكره او المنطقه المنوط ليها بتفعيل المسابقات طبعا مكتوفه الايدي، ولكن ما نعرفش. وكذلك في مجموعه القاهره في المجموعه الخامسه انسحاب نادي بركه السبع، نادي بركه الحج، وطبعا يعود طبعا بعد انسحابه وعدم لعبه مباراتين. طبعا سريعا كده بالنسبة لترتيب الدرجة الرابعة لمجموعة القليوبية، القناطر الخيرية متصدرا برصيد 27 نقطة، وقليوب متصدر أيضا مقرر ب 27 نقطة، وكذلك شبين القناطر، وقها في المركز الرابع ب 20 نقطة، وشبرا البلد برصيد 20 نقطة. طبعا انتهاء الجولة العاشرة من دوري القسم الرابع أيضا من محافظة الغربية، السنطة وقحافة تعادل إيجابي بهدف لكل منهما، وزفتة يفوز على كفر الزياد أو مركز شباب كفر الزياد بهدف نظيف، وشباب سمنود يقصو على نادي قصة ب7 أهداف مقابل هدف، وقطور ومحلة حسن، فوز محلة حسن على قطور بهدفين نظيفين، وتعادل إيجابي بين بسيون والجبرية بهدفين لكل منهما. طبعا ديت نتائج القسم الثالث والرابع. أما مجموعة الدقهلية المجموعة التاسعة في دوري القسم الثالث نتائجها كالآتي، اتحاد المنزلة يقصو على بلقاس بخماسية مقابل هدفين، وشيكو يفوز على المطرية في ملعب المطرية بهدف نظيف، وكهرباء طلخة وشبان بدواي هدفين لكل منهما في تعادل إيجابي. مئات الدقهلية ونبرو، فوز نبرو على مئات الدقهلية بهدفين نظيفين، وشباب الأمير وشربين تعادل إيجابي لكل منهما. عمال المنصورة يفوز على مني السمنود ب3 أهداف مقابل لا شيء، وميجا سبورد وبنى بيت إن شاء الله ستقام المباراة يوم الأحد القادم على ملعب عمال المنصورة. طبعا مجموعة أو مجموعات القاهرة، طبعا القاهرة
تضم 5 مجموعات في دوري القسم الرابع، لزيادة طبعا أكبر منطقة تضم عدد أندية لهذا القسم. جاءت في الترتيب أو في المرتبة الأولى منطقة القاهرة ب 55 نادي. طبعا هيصعد فرقة أو فرقتين تقريبا، لسه هنشوف إن شاء الله قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، وإن شاء الله هيكون في مداخلات لعرض نتائج القسم الرابع بإذن الله. طبعا ما ننساش برضه العاملين بمجلس مدينة كفر الدوار، طبعا أقيم حفل توزيع بعض الشهادات طبعا على عمال مجلس مدينة كفر الدوار في لفتة طيبة من نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ كريم منجود. الأستاذ كريم منجود طبعا نائب رئيس مجلس مدينة كفر الدوار. طبعا العمال في البرد القارس في الفترة الأخيرة لعدد الجو البارد الشديد، طبعا إزاحة المياه، وطبعا بنوجه الشكر لهؤلاء العاملين. وطبعا عملنا حفلة مصغرة في مجلس مدينة كفر الدوار، وطبعا أعطينا للعمال طبعا شهادة تقدير وحاجات عينية، علشان برضو الناس دي طبعا بتشوف التعب والإرهاق، واحنا طبعا قاعدين في البيوت متدفين، ولكن هم في البرد القارس طبعا إزاحة المياه وتنظيف الشوارع والميادين. طبعا قبل ما نطلع لهذا التقرير عملنا لهم تقرير صغير كده في حفل التكريم ان شاء الله يليق بيهم باذن الله. قبل ما نطلع برضه معي ضيوفي في الفقره القادمه، طبعا ضيوف كرام، الكابتن ايمن طلعت مدير فني مواليد 2003 بنادي ابو الهول، واللي محقق نتائج طيبه هو وجهازه المعاون بقياده الكابتن عمار طلعت شقيقه الأصغر وهو المدرب العام بالفريق. وكذلك جبنا برضو بعض اللعيبة، لاعبين من هذا الفريق، اللاعب محمد مجدي واللاعب محمد هاني، طبعا الناس محققة نتيجة طيبة في أول إشراق ليهم في مسابقة دوري منطقة الجيزة. طيب في مكالمة هاتفية سريعة معنا، انضم إلينا الأستاذ كريم منجود نائب رئيس مجلس مدينة كفر الدوار. أهلا وسهلا أستاذ كريم. طيب هنطلع لفاصل ونعود ان شاء الله باذن الله باستقبال المكالمات الهاتفيه. ورجعنا لكم تاني. طبعا ده كان طبعا تقرير مصور بتكريم العاملين بمجلس مدينه كفر الدوار. طبعا في هذه الفقره انضم الي طبعا كباتن كبار الكابتن ايمن طلعت المدير الفني لمواليد 2003 بنادي ابو الهول تابع منطقه الجيزه. اهلا وسهلا كابتن ايمن، اخبارك؟ منورنا كابتن ايمن. وطبعا الله يخليك. ومعانا طبعا الكابتن عمار طلعت المدرب العام لمواليد 2003 بنادي ابو الهول ايضا. نورنا كابتن عمار. ربنا يخليك كابتن. ربنا يخليك. شكرا حضرتك على استضافتنا. حبيبي يا كابتن. طبعا ومعايا اللاعبين طبعا نجوم الفريق، اللاعب محمد مجدي مواليد 2003. اهلا وسهلا محمد. اهلا بيك يا كابتن. عامل ايه يا حبيبي؟ وكذلك اللاعب محمد هاني مواليد 2003، اللاعب نادي ابو الهول بمنطقه الجيزه. اهلا وسهلا محمد، اخباركم ايه؟ موجود مع حضرتك حبيبي يا محمد. طبعا في البدايه كابتن ايمن عايز اتكلم عن الفريق، يعني 2003 في عامل نتائج طيبه في منطقه الجيزه، وطبعا افرز بعض اللاعبين الجيدين، فانا عايزك تتكلم لي بقى كده ايه في عجاله كده عن فريق مواليد 2003 بنادي ابو الهول. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول احنا بنشكر حضرتك طبعا الاعلام الكبير الكابتن احمد فواز، الله يخليك، القائمين على المحطه كلها والجميع على القناه، تمام، على حسن الضيافه طبعا. اولا هي جت لنا فكره بس ان احنا في شويه لعيبه كويسين جدا عندنا وبتاع، فحبينا ان احنا ننميهم، حبينا ان احنا نجمع فريق، ودخلنا بمسابقه 2003 في دوري منطقه الجيزه، تمام. داخل معانا بمجموعه الحمد لله، في مجموعه اللي معانا احنا كلنا 6 فرق، معانا الحوتيه، معانا العجوزه، معانا اطفيح، معنا فريق البراجيل، معنا فريق سئيل. الحمد لله احنا متصدرين يعني المجموعه المركز الثاني، يعني الحمد لله كويس، مركز ثاني برضه حاجه كويسه برضه. في بدايه جديده الحمد لله. في لعيبه طبعا يعني زي ما حضرتك عارف ان الاعلام كان تايه عنهم شويه، الارياف والريف بالطبع وبتاع والكلام ده كله، ما فيش حد بيراعي، ما فيش رعايه، ما فيش الكلام ده كله. فالحمد لله قدرنا نعمل فريق متكامل خالص، يعني مكون من 24 لاعب، تمام. الحمد لله ماشيين كويس في الدوري، داخلين المنطقه كويس الحمد لله، بنلعب على ملعب منشيه القناطره، هو ملعبنا، تمام، الملعب ده ملعبنا احنا.
طبعا. ملعب صناعي ولا طبيعي؟ لا ملعب صناعي. صناعي تمام. الحمد لله يعني معظم الملاعب صناعي. معظم اللعيبه كلها تمام. معظم الانديه كلها كده برضو تمام. زي ما انت حضرتك عارف الموضوع يعني. الحمد لله يعني جت الفكره كويسه والحمد لله يعني كان معانا لعيبه كان اول مره العبوا على 11 تمام. وزي ما حضرتك فاهم يعني اللاعب الريفي يعني قبل ما بتنقل مرحله ثانيه وبتاع والكلام ده كله بتفرق معاه. بتفرق معاه جامد هناك. الحمد لله قدروا عملنا حوالي 10 ماتشات وديه قبل الدوري ما يبدا برضو كده والكلام ده كله. كان فتره اداء جيده الحمد لله يعني وجت بنتيجه الحمد لله. قدر بقى كل لاعب بقى عارف بيتمركز ازاي في الملعب بتاعه، عارف مكانه ازاي، بيتمركز ازاي، بيروح ازاي، بيجي ازاي. الحمد لله ده كله برضو بفضل ربنا، فضل الجهاز اللي معانا برضو كابتن عمار اخويا، كابتن عمار طلع المدرب العام، كابتن محمد فكري اللي هو كان المفروض يجي معانا بس ده حصل له ظروف بتاع اللي هو المدرب. تمام. معانا الاداري طبعا تكرر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. معانا الاداري طبعا بتاع الفريق كابتن محمد عماد، طبعا ده جندي مجهول بتاع الفريق بس هو برضه حصل عنده تصوير دلوقتي برضه هناك. تمام. فالحمد لله يعني ماشيين كويس الحمد لله. الحمد لله. كابتن عمار قول لي كده اهم وابرز اللاعبين في الفريق غير طبعا محمد مجدي ومحمد هاني. الحمد لله طبعا دي احنا بنشكر حضرتك على المقدمه الجميله للفريق وبنشكر كل القائمين على البرنامج والقناه. الله. الحمد لله بفضل ربنا احنا جمعنا كام لعيب كويس ومعظم اللاعبين عندنا فريق كويس وجمعنا معظم اللاعبين الحمد لله كانوا بيلعبوا في اماكن وقدرنا ان احنا ننميهم وننمي الموهبه الحمد لله لحد ما وصلنا لمستوى يعني اللي هو المطلوب. ففي بعض اللاعبين الحمد لله عشان ما يعني مش عايز كل لاعب يبقى ياخد حقه في الفريق. احنا عايزين الاميز بقى. الاميز الحمد لله احنا مميزين الاميز. طبعا احنا عندنا كل اللاعبين الحمد لله تمام عشان ما حدش يزعل فيهم. تمام. ولكن الحمد لله احنا معانا حارس المرمى اللي حضرتك تعرفه ان هو شقيق الحارس عمر صلاح لاعب حارس نادي الزمالك السابق وحارس سموحه الحالي. تمام. هو حارس كويس حارس صلاح محمد. اي طالع لعمر اخوه بقى ولا ايه؟ ان شاء الله مستواه جيد يعني كويس. باذن الله احنا بنحاول ان شاء الله ان احنا بننميه وبنزود كل اللي احنا بنقدر عليه وباذن الله طبعا في طبعا عندنا اللاعب يوسف احمد لاعب ممتاز برضه ده بيلعب سيرد باك لاعب ممتاز وطبعا بيلعب جنب محمد هاني. تمام. عاملين دويتو جامد يعني الحمد لله. وطبعا عندنا اللاعب يوسف محمد عبد الفتاح ده راجل برضو جندي مجهول في الفريق وصالح محمد ومصطفى زغلول بسم الله ما شاء الله يعني لعيبه كويسه احنا مش عايزين ننسى حد عشان ما حدش يزعل باقي الفريق كله فريق ممتاز بس دول اللي انا اقدر اقول لحضرتك احنا برضو في صور هنعرضها برضو للعيبه عشان ياخدوا حقها برضو. عناصر مميزه في الفريق بتفرق معانا يعني في مطوشه معينه بتفرق معانا اللعيبه دي. تمام. ان احنا بنقدر ان احنا كل واحد يبقى عارف مكانه هيعمل ايه ويبقى ايه دوره في الملعب. تمام. بس فاحنا ان شاء الله باذن الله يعني احنا برضو بنوعد حضرتك ان احنا ايه اللعيبه دي احنا عايزين ان احنا ان شاء الله باذن الله نطورهم يبقى افضل من كده ان شاء الله. احنا عايزين المميزين يبقى موجودين عندنا في مدينه نصر بقى ان شاء الله. نقول على هوا حبيبي يا كابتن هاني حبيبي يا كابتن. اللاعب محمد مجدي. محمد انت قول لي كده مركزك ايه كده؟ ديفندر ان شاء الله. ديفندر لعيب جيد يعني ديفندر كده؟ تمام. بتشبه اللعب مين بقى؟ ايه؟ بتشبه لعب مين بقى في اللعيبه المحليه بقى؟ لا في ناس كتيرة طبعا بتكون مثلا الاعلى مثلا عبد الله السعيد. تمام. محمد مجدي قفشه. طارق حامد في الزمالك. وعشان اسمه محمد مجدي انت محمد مجدي يعني؟ قفشه عندنا محمد قفشه يعني انت مسمينك قفشه كمان. ماشي قفشه. اول مرة اسمعها دي. ماشي قفشه. وانت محمد هاني بقى مركزك في الملعب؟ تلعب مساك. مساك كويس غلس يعني ولا ايه؟ غلس بلغة الكورة ها؟ انت عسل يعني. طب قول لي كده يعني اصعب مباراه واجهتوها كده كان ماتش يا محمد مجدي؟ هو كان ماتش ثقيل يعني هو ما كانش ماتش صعب يعني هو ظروف الماتش هي اللي حطتنا كانت مباراه عصيبه يعني كانت عصيبه رغم ان احنا كنا مستحوذين على الماتش يعني وكنا ضاغطينهم اول ماتش ليهم بس اول ماتش كان اول ماتش ليهم فاول ماتش فيه رهبه لسه ما فيش جراءه الملعب كنا نازلين ضاغطينهم طبعا كنا نازلين ده طبعا يعني على الثلاثة بونت طبعا الكابتن كان كابتن ايمن كابتن عمار اللي طبعا اللي احنا لازم نضغط من قدام لازم نكسب النهارده اول ماتش يدينا ثقه الماتش اللي بعده فوز نجيب فوز فوالله نزلنا يعني زي ما نفذنا كلام اللي هو الكابتن ايمن قاله الكابتن عمار بس ما فيش نصيب والله يلا الحمد لله. محمد قول لي كده محمد هاني افضل مباراه لعبتها بقى محمد ماتش العجوزه كان ماتش حلو كان المباراه رايحه جايه سجال ما بيننا ماتش ولا بتاع سجال انت تمام ماشي عدال قول لي بقى انتهت المباراه بايه بقى؟
4-2 لينا. 4-2 ما سجال بقى يبقى ايه؟ يعني انتوا كسبتوا الماتش 4-2. عملنا اداء جيد في الماتش ده وكنا متميزين. يعني الصراحه برضو الفريق فريق جيد، فريق ممتاز، فريق 2003. كابتن يعني من بدايته معايا. تمام. طب كابتن ايمن، عايز اكلمك في نقطه الاستثمار الرياضي. الاستثمار طيب قبل ما نتكلم عن الاستثمار، معانا الكابتن فريد الجزار في مكالمه هاتفيه، المعلق الرياضي بالتلفزيون المصري. اهلا وسهلا كابتن فريد. كابتن احمد، منور الدنيا وبرنامج جميل وضيوفك الكرام كابتن. الله يخليك يا حبيبي، انت اخبارك ايه؟ والله كل سنه وانت كابتن وانت دايما منور حبيبي. طبعا بنستعرض نتائج القسم الثالث، ولكن وضع الشرقية وضع مخزي برغم الفوز الأخير كابتن فريد. بما أنك ابن من أبناء محافظة الشرقية، إيه رأيك في وضع نادي الشرقية هذا الموسم؟ والله كابتن أحمد، الشرقية النهاردة فازت 2-0 على شباب ديار، ووصل رصيدهم 23 نقطة. طبعا كل أمال وجمهور نادي الشرقية بيسمح طبعا باللحاق بالمتصدر اللي هو تمام والكل، وبعدهم بالبيت طبعا نشوه كبيره جدا اللي بالبيت 26 نقطه، ثم ياتي الشرقيه بالكيان الكبير قوي 23 نقطه. طبعا مكان لا يليق باسم ومكانه الشرقيه وطموحات فريق الشرقيه اكيد بعد انتقال اللاعب الموهوب محمد تريكا الى صفوف الترسانه. كان طبعا نجم كبير في فريق الشرقيه، لكن خلاص الراجل جاله عرض واداره الشرقيه وافقت، واحنا كجمهور شرقيه راضيين لان محمد من اللعيبه الكويسه اكيد. تمام. وان شاء الله نشوفه في الدوري الممتاز، لكن الطموحات كابتن فريد متى يعود نادي الشرقيه لمكانته الطبيعيه؟ عندما يتلاحم كابتن احمد كل رجال نادي الشرقيه. تمام. كل رجال الاعمال، كل المحبين بتوع نادي الشرقيه، كل الكيان نفسه وكل المحبين دون تعصب دون نفسنا شويه، رغم ان الجمهور كابتن احمد بيحتشد بطريقه رهيبه، جمهور الشرقيه دايما بيعشق الكوره، بيعشق فريقه. بعدما كان في الدوري الممتاز اصبح في الممتاز ده، اصبح في القسم الثالث، ده طموح مش طموحنا كشرقوه، لكن احنا بنتمنى من رجال الاعمال ان هم يفهموا ان هم يحطوا ايديهم في ايد بعض، او الكل يتلاحم من اجل الكيان، من اجل عوده الشرقيه لمكانتها الطبيعيه. 10 مليون يا كابتن احمد نسمه، مصاريف كتيره والله يا كابتن فريد. طبعا. للاسف يعني 10 مليون والفريق لسه ما صعدش. طيب كابتن سعيد، كابتن فريد، بالرغم ان محافظه الشرقيه ولاده باللاعبين، يعني في لعيبه في كذا يعني احنا لو اتكلمنا على نجوم نادي الشرقيه. تمام. من اول صلاح محسن، اسلام عيسى، حسين حمدي اكيد انت نجم الزمالك والمقص، حسين كان، احمد عمران، محمد صبري، الغندور، شرويد، الناس دي كلها نجوم نادي الشرقيه كابتن احمد، يعني الناس دي كلهم، احمد عبد الله، دونجا، يعني مليئه بالنجوم الكبار. ليه لا الناس دي ما تدخلش؟ ليه لا رجال الاعمال ما يهموش زي زمان ايام الاستاذ عبد الناصر والناس اللي دخلت؟ كان الكابتن انور سلامه، كان الكابتن حسن شحاته كابتن. طبعا يا كابتن، وشفنا قد ايه الطفره الكبيره، قد ايه انت شفت الفرحه في جمهور نادي الشرقيه عندما صعد للدوري الممتاز موسم 2015، قد ايه الناس كانت فرحانه، لكن دلوقتي لا حول لنا ولا قوه يا كابتن. ان شاء الله كابتن فريد باذن الله يعود الشرقيه لمكانته الطبيعيه باذن الله في القريب العاجل. شكرا جزيلا كابتن فريد الجزار، المعلق الرياضي بالتلفزيون المصري. كابتن ايمن، كنا بنتكلموا عن الاستثمار الرياضي، ما له وما عليه، لان في انديه شغاله استثمار تمام وده حقها، ما فيش اي مشاكل، لان طبعا اي نادي دلوقتي كابتن عمار برضو شاركنا في الامر، اي نادي دلوقتي محتاج ان حد مستثمر يجي ياخد النادي بحيث انه يوفر عليه المصاريف الباهظه اللي هي طبعا المصروفات من بدلات حكام لايجارات ملاعب لملابس رسوم قيد الخ الخ الخ، مصاريف كتيره. فطبعا في ناس دخلاء على هذا المجال طبعا، وللاسف الشديد ما بيقدروش ينظموا اي حاجه، هو اهم حاجه انه يلم مبلغ معين وشكرا على كده. بالزبط. بدليل في مواقف كثيره في بعض الفرق تم النتيجه المحصله انسحابات اذا كان في القاهره او في القليوبيه او في مناطق اخرى. قول لي كده، ايه رايك في الاستثمار يا كابتن ايمن؟ والله زي ما حضرتك بتقول، هو حاليا دلوقتي يمكن الانديه الكبيره كمان زي الاهلي والزمالك فيهم استثمار،
يعني حاليا الفرق كبيره كمان يعني الانديه كبيره. فما بالك بقى في انديه القسم الثالث والقسم الثاني والقسم الرابع. طبيعي لازم يكون حتى ما فيش مصاريف، ما فيش اي حد هيقوم، ما فيش تمويه، اي الكلام ده كله. تمام. فللاسف يعني الشديد يعني يمكن وزاره الشباب من كام سنه قالت ان احنا خلاص كل نادي هيصرف على نفسه بعد كده الاستثمار. تمام. طيب كابتن عمار قول لي برضه يعني معلش، في ناس بتفتري تاخد مبالغ كبيره علشان الواد يتأيد او كده، ولكن للاسف في ناس برضو بالمقارنه بهؤلاء في ناس يعني معلش بتتقى ربنا في اولاد الناس، بتاخد حاجات بسيطه ما هي الا المصاريف وراضي والحمد لله رب العالمين. تمام. ايه رايك في النقطتين دولت؟ تمام حضرتك، زي ما حضرتك بتقول بالظبط، وده اللي بيحصل حاليا وتجارب كتير، واحنا كل يوم يوميا يمكن كل يوم لاعب يقول انا رحت مع كابتن كذا او في كابتن قال لي انت هوديك نادي كذا وكذا. تمام. وكذا وعايز كذا، فبياخد مبلغ يعني مقابل مادي احنا ما بنسمعهوش او يعني بعيد عن ان احنا بنسمعه في السوق يعني يعتبر. ان شاء الله باذن الله في القريب العاجل نفتح ملف هذا الاحتيال، لان طبعا ده ما ينفعش، لان طبعاً اولاد الناس امانه في رقبتنا. طبعا عايزين نشوف الصور بتاعه فريق مواليد 2003 بنادي ابو الهول منطقه الجيزه برضه، عشان برضه نشوف محمد هاني ومحمد مجدي. قول يا محمد يا مجدي كده انت يا قفشه، انا اقول لك قفشه قفشه ماشي. قول لي كده افضل مباراه بقى لعبتها. ده طبعا الكابتن ايمن والكابتن عمار. والكابتن عمار طبعا انتوا مشرفينا في الاستوديو، شوفوا ورا صوره ثانيه. ده الفريق طبعا الفريق الجيد اللي محقق نتائج طيبه ومبهره بمنطقه الجيزه، فريق 2003 بنادي ابو الهول. طب الكابتن برضه الكابتن محمد فكري. الكابتن محمد فكري لا بيعتذر مفيش مشاكل. احنا اهو شفناه برضه. ده فرحه فوزي بقى تقريبا، فرحه فوزي كسبته البراجيل. البراجيل 4-0 كان 4-0. طب والله كويس، نتيجه كويسه برضه، نتيجه كبيره على فريق كويس. لسه برضه يعني لسه برضه كان امكانياته وبتاعه ولسه لعيبه برضه. تمام. وبرضه برضه فرقه 2003 دي. كنا في نادي الصيد برضه. تمام. اكتوبر. تمام كويس، يعني حاجه كويسه. فتره الاعداد يعني كانت فتره الاعداد. تمام. طيب برضه هنتكلم، ايوه هاتوا لنا الصور ديت، اللاعب رمضان ابو اليزيد طبعا حارس مرمى مواليد 2002، طبعا تم تصعيده لفريق كوكا كولا الممتاز به. طبعا الولد هذا الولد حارس جيد جدا، ابن الكابتن احمد هلال الاب الروحي له طبعا، وطبعا هو اللي مدير اعماله، والولد ده يعني مستواه مبشر بالخير. الولد ان شاء الله باذن الله حارس مرمى جيد بالنسبه لوجه بحري، هو رقم واحد بالنسبه في مواليده، مواليد 2002 حارس مرمى جيد رمضان ابو اليزيد. وطبعا هنجيب الكابتن احمد هلال برده على التليفون على هذا اللاعب، كل الانديه بتتكلم عليه. طبعا جاله اكثر من عرض من نادي غزل المحله ومن نادي طنطا، طبعا فرقه كبيره، والانتاج الحربي برده اتكلم عليه. هذا الحارس له شأن كبير بإذن الله. طيب هنعرض ديت بس كمان شوية بس كده، اللي هو الترتيبات هنعرضوه كمان شوية بس. كابتن أيمن، بالنسبة لفريق الـ 2003 بالنسبة لنادي أبو الهول دلوقتي، المرحلة الثانية بدأت ولا لسه؟ لا، الدور الثاني إن شاء الله، احنا دلوقتي عشان فترة امتحانات الامتحانات. الدور الأول على مستوى الناشئين والبرامج حاليا موقوف دلوقتي عشان الامتحانات. تمام. فإن شاء الله احنا مستنيين بس الدور الثاني على 22/1 أو 28/1 بإذن الله. إن شاء الله. فاحنا ناشئين إن شاء الله. تمام. الحمد لله كويس. طب الاستعداد يا كابتن عمار، يعني كده في الاولاد جايين من راحه سلبيه كده، هيبقى فيه بقى؟ طبعا ان شاء الله باذن الله احنا بنعمل لهم برضو، يعني احنا طبعا لازم، مش هينفع دلوقتي ان احنا نشغلهم باي حاجه تبعدهم عن الامتحانات. لان طبعا لازم احنا منبهين على اللاعب ان هو الاثنين يعني لازم يبقى موفق بين الدراسه. تمام. وبين زي ما احنا وعدنا اولياء الامور. فباذن الله ان شاء الله طبعا قبل يعني مجرد ان الامتحانات تخلص باذن الله ان شاء الله نحاول نعمل لهم بدني، نشتغل على البدني شويه على اساس ان هم يرجعوا تاني زي الاول باذن الله، ونعمل لهم ماتش ود بحيث ان يبقى في تجانس تاني ويرجعوا ان شاء الله باذن الله. محمد يا مجدي قول لي كده، انتوا جاهزين ان شاء الله لبدايه الدور الثاني ولا ايه؟ انت ومحمد هاني كده جاهزين ان شاء الله؟ جاهزين ان شاء الله. عايزين كده نلاقيكم نجوم باذن الله كده في القريب العاجل باذن الله. اسمعوا عن قفشه الجديد ومحمد هاني برضه. لا ان شاء الله. خلي بالك كويس شكله كده، بسم الله جسمه كويس. اللعيبه دول وانت الفندر جامد، جايبين لي ناس مدافعه مدافعين ومعاهم ناس كويسه برضه في الفرقه ان شاء الله، برضه مش هنسيبهم باذن الله يعني، بس بعد ان شاء الله كوتش. طيب معانا الكابتن احمد هلال مدير اكاديميه النجوم بمحافظتي الاسكندريه والبحيره، اهلا وسهلا كابتن احمد.
الله يكرمك كابتن احمد، اخبارك ايه؟ الله يبارك في حضرتك واهلا بيك واهلا بالساده الضيوف ووحشنا. الله يخليك كابتن احمد. كابتن احمد اتكلمنا سريعا كده عن الحارس اللي طبعا الحارس الجيد اللي مستقبل باهر باذن الله، اللي هو بقى حديث الساعه في منطقه بحري، الحارس رمضان محمد ابو اليزيد، صح؟ رمضان محمد ابو زيد. ابو زيد، ابو زيد. رمضان محمد. طب نعرضه صوره برضو والمكالمه معانا. قول لنا بقى الحارس المرمى ده اللي يعني عروض تنهال عليه. هو طبعا هو مواليد 2002 وده يمكن اللي فرق معاه في الكلام. وجسمه بسم الله ما شاء الله، هاتوا لنا الصور بتاعته كده سريعا. حارس المرمى طبعا هو كان على كان السنه اللي فاتت على ذمه الاولمبي، وللاسف استغنوا يعني عن جميع المواليد، استغنوا عنه. لا مش عشان المواليد، عشان سوء تقدير، انا ما اقدرش اوصفها باكتر من كده يعني. تمام، كل مدرب له وجهه نظره، ولكن العروض تنهال على هذا الحارس الجيد. فعلا فعلا والله هو ده اللي حصل فعلا، لان الولد ما شاء الله الولد فارق، وزي ما بيقولوا فارق سيد يعني، فارق عن سنه بجد وفارق عن ابناء جيله بسم الله ما شاء الله. لوجود عين صحيحه في قطاع محترم اسمه كوكولاب، يعني بقياده الكابتن معروف عثمان والمخضرم كابتن حسام نعينع ومدرب الحراس. لا مدربين جيدين يا كابتن احمد، مدربين ممتازين فعلا. لا والله كابتن حسام نعينع من الناس المحترمه، من الناس اللي في الصفوف الاولى على مستوى الغربيه كلها. طب تم بالفعل عمل عقد لهذا اللاعب يا كابتن احمد؟ نعم، تم تصعيد اللاعب للفريق الاول وعمل عقد له ولا ايه؟ تم تصعيده بالفعل. طبعا الكابتن ممدوح عبد الحي شافه، وكابتن محمد مصطفى وكابتن ميلا والناس دي كلها، الناس دي شافته واثنت عليه بجد، وكان في تمسك ان هم يعني لا ده لازم يتصعد. تمام. بالرغم من صغر سنه، بس كفاءته ما شاء الله هي اللي ادت لكده، لان طبعا الكباتن تحت كمان في قطاع الناشئين بالنسبه للنادي كوكولا طبعا زكوه جامد جدا، الكابتن عماد سليم طبعا مدرب الحراس في القطاع، والكابتن حسام نعينع والكابتن عادل دغيم اداري الفريق اثنوا عليه جامد، والكابتن معروف طبعا كان متابع اللي هو رئيس القطاع اثنوا عليه جامد بجد. واحنا طبعا كنا شغالين برضو من عندنا احنا طبعا، ده انت شغلنا يعني. تمام يا كابتن احمد. كابتن احمد طبعا هو ابن من ابنائك طبعا، خريج اكاديميه هلال سبورت. تمام، يعني دي حاجه كويسه ان في لعيب من اكاديميه صراحه مش ينضم للفريق وبس، لا ده ينضم لفرق الناشئين ثم يتم تصعيده للفريق الاول، وبعد ذلك يتم عمل عقد له كلاعب محترف، دي حاجه جيده طبعا. شكرا جزيلا للكابتن احمد هلال طبعا صاحب الفضل الاول بعد ربنا في هذا الحارس الجيد اللي ان شاء الله هنسمعه عنه كل خير في القريب العاجل باذن الله. كابتن ايمن، حابب توجه كلام كده لاي حد في المنظومه من ناحيه الاستثمار الرياضي؟ لا والله هو بس هي كلمه صغيره بس، يعني هي كره القدم بقت استثمار. تمام. فبقول بس يعني بناشد وزاره الشباب والرياضه، بناشد الرياضيين كلهم ان تقنن الوضع شويه. حرام. يعني حرام بجد يعني هناك، يعني اولاد الناس في لعيبه بيتنصب عليها، بمعنى نصب يعني بيتنصب عليها بالالافات، يعني في لعيب بيدفع 10 و15 وبتاع، ومع ذلك ممكن يدخل النادي يتسجل ولكن ما بيلعبش مع الفرقه ولا بيتحط في قائمه ولا ممكن يتحط في قائمه ثانيه والكلام ده كله. تمام. احنا الحمد لله بتوفيق ربنا فاتحين اكاديميه انا والكابتن عمار من 2013 مطلعين منها ناس راحت الداخليه، كابتن 2001 كابتن كريم رضا انور النمر. طب كويس. مطلعين عبد الرحمن هيكل، مطلعين كريم ولد بيلعب في نادي الترسانه حاليا مواليد 2000. كويس والله، دي حاجه كويسه والله كابتن عمار برضه، يعني دي حاجه جيده ان النجوم يعني الاكاديميه فالحمد لله مطلعه، لان دي الدوري ممتاز، دي حاجه كويسه. عندنا لعيب الحمد لله مواليد 2000 حسين انور، ده بيلعب في مواليد 2000 نادي الترسانه، في الترسانه والحمد لله. يعني كان الكابتن احمد كابتن هاني حسن كان هيصعدوا الفريق الاول بس يعني هو حصل دروب كده وبتاع، فايه فان شاء الله باذن الله يعني في كذا لاعب احنا خرجناهم الحمد لله وبيلعبوا في انديه حاليا. تمام، وان شاء الله باذن الله يعني دي حاجه مبشره برضه، حاجه جيده اكاديميه والله طبعا شغل نتاج جيد من جهد مبذول طبعا. عندنا البراعم الحمد لله برضه بعون الله ان شاء الله، وبنحاول ان احنا برضه نسوق معظم اللاعبين البراعم، لان هو السن ده هو اللي لازم ياخد فرصته في الوقت ده. تمام، على اساس ان ما فيش اي حد، يعني احنا بنناشد ان طبعا ان يكون في حد كشاف زي زمان، الاول كان بيبقى فيه كشافين لاكتشاف المواهب،
دلوقتي ما كانش هدفه الربح. ايوه تمام. قد ما يكون هدفه ان اللاعب ده طلع من عند هو المكتشف اللاعب ده بالظبط. هو ده بقى الفرق. ايوه بالظبط تمام. هو ده الفرق اللي احنا فيه دلوقتي حاليا دلوقتي تمام. انما احنا بنناشد زي ما قال الكابتن ايمن ان الموضوع يقنن افضل من كده يعني ان شاء الله. محمد مجدي قول لي كده مين اكتشفك بقى؟ والله طبعا الكابتن ايمن والكابتن عمار لهم الفضل برضه. تمام. بس اتمرنت مع مين قبل الكابتن ايمن اكتشفك بقى ان انت تلعب كوره؟ لا والله هي موهبه من عند ربنا والله. ما بداتش يعني اكاديميه ولا كده. بس اول ما بدات كوره كنت رحت النادي وادي دجله اختبرت. تمام. بس كان في المعادي تمام. ربنا كرمني ونجحت في اول اختبارين ما ونجحت في الثالث كمان. بس والله الدراسه بس اللي بعدتنا عن ما لازم ان الدراسه يا محمد اهان انت معانا ولا ايه؟ الدراسه عشان الامتحانات على الابواب. وطبعا احنا بنقول اهوت على الهوا ان الاولاد في فتره امتحانات دلوقتي التركيز الكلي لان الاولويه للتعليم مش الاولويه للكوره. الكوره ممكن اكون او لا اكون ده في قدر، ولكن التعليم هو سلاحي اللي هواجه به المجتمع وليس الكوره. الكوره احنا بنقول ما هي الا محاولات. انا بحاول وانت بتحاول ولي الامر بيحاول وراك ومدربك بيحاول، ولكن عسى اكون او لا اكون. فالامتحانات طبعا لان التعليم هو سلاحك اللي هتواجه بيه المجتمع في المستقبل ان شاء الله. طبعا معانا اصدقاء البرنامج طبعا صور الاطفال الصغيرين طبعا اللي واجعين دماغنا عايزين نعرضوا صورهم. وطبعا بنبارك للكابتن جمال شلبي المدير لاداري بقطاع نادي المصنع الحربي بالاسكندريه بالحفيد رقم كتير حوالي 7 ولا 8. نعرض صور الحفيد كابتن جمال برضه عشان وعدناه لانهم اصدقاء البرنامج. ده جمال محمد طبعا الحفيد رقم 16 عشان بس ايه كابتن جمال ما يزوغش مننا على الهواء. كابتن جمال اهو ربنا طبعا يعطيه العافيه والصحه ان شاء الله باذن الله. والحمد لله ربنا رزقه بحفيد جمال محمد جمال. طبعا ان شاء الله باذن الله في اصدقاء تانية يا ريت نعرض صور تانية. طيب في طبعا اصدقاء كتير في البرنامج منهم طبعا دكتوره توا احمد عبد العزيز والدكتور المحمدي احمد عبد العزيز والحاج رمانه طبعا ايه طبعا النجم الكبير اللي ان شاء الله يكون له مستقبل كبير في مجال كره القدم. طبعا ما ننساش طبعا احنا اتكلمنا الحلقه الماضيه عن التزوير والمسننين، وللاسف الشديد جبنا الصور والناس بالفعل قالت ده اللعيبه البراعم دي اكبر من براءه وجوههم يعني او وشهم اكبر بكتير من براءه الحكم اللي متصور جنبيه. الحكم حتى باين عليه البراءه، مش براءه طفل، لا البراءه اللي هي بتاعته، لكن الواد وشه معضم وكبير خالص مواليد 2007 واطول من الحكم وبشنب وبدان. ولكن كلامنا جه حقيقه الحمد لله رب العالمين عشان ما بنحاربش حد، ولكن الاصول والحق هما رقم واحد. طبعا بعد الكشف على الاسوره تبين ان طبعا السن الحقيقي لهؤلاء اللاعبين يتراوح من 15 ل 16 سنه وبيلعبوا في مسابقه كام؟ 11 سنه. طبعا عرضنا الصور الاسبوع الماضي، ولكن ان شاء الله باذن الله لما نمسك بس الدليل الدامغ اللي هو بتاع الكشف بالاسوره طبعا والتقرير المبين فيه السن الحقيقي لهؤلاء اللاعبين. طبعا النادي عرف واللاعبين عرفوا طبعا وتم استبعاد هؤلاء اللاعبين طبعا لان سنهم الحقيقي ظهر من 15 ل 16 سنه وبيلعب في البراعم مع ال 11 وال 12 سنه كوارث طبعا. وطبعا اتكلمنا عنها في الحلقه الماضيه. ايه رايك كابتن ايمن بقى في التسنين بقى؟ ما هو ده الحقيقه فعلا اللي بيحصل دلوقتي. والله يعني الولد دلوقتي يجيب شهاده ميلاد بالظبط اخوه الصغير او ابن عمه تمام ويقدمها للمدرب او للاداري، والاداري يعني بيروح يسجل ما يعرفش. هو ده اللي بيحصل. مش عايزين نقوله شريك مع الولد لان الانديه الكبيره المحترمه طبعا لا تعلم بذلك، لان بالزبط. طبعا نادي انبي طبعا بقياده الكابتن امام محمدين استحاله يدخل لاعب مصاب الا في لعيب ملتويه من بعض السماسره اللي بتضحك على اللعيبه وبتدخل الولد بطريقه مشبوهه وبطريقه غير صحيحه. فانت ايه رايك كابتن ايمن بقى في ال والله بص حضرتك هو فعلا ده اللي بيحصل حاليا دلوقتي. احنا مسكنا الوراق والحضر انا ونادي الوراق والحضر انا والكابتن عمار ثلاث سنين ثلاث مواسم كان بيتحط قصادنا فرق السن بتاعهم احنا عارفين يعني احنا كنا بنلعب 2004 نتفاجئ ان في يعني السن زي ما حضرتك قلت الشكل واضح
طيب تصور مع الحكم برضه نستأنف حديثنا بعد طبعا مكالمه الكابتن محمد سماره طبعا اللي مجهود صاحب مجهود شاق طبعا في ترتيب وعرض نتائج القسم الرابع والثالث لمنطقه القاهره. اهلا وسهلا كابتن محمد سماره، اخبارك؟ اهلا وسهلا كابتن احمد، ازي حضرتك كابتن؟ الحمد لله كابتن محمد. بس تصحيح، بس محمد سالم يا كابتن. كابتن محمد سالم، اسف كابتن محمد سالم، طبعا انت يعني نار على العالم ومن الشخصيات المحترمه كابتن محمد سالم. كابتن محمد عايز ابرز طبعا النتائج للقسم الرابع وبالاخص منطقه القاهره. طبعا هنبدا بالمجموعه الاولى. تمام. الذي تصدرها نادي نشأ العمال. يبقى المجموعه الاولى نشأ العمال متصدر. ايوه. الثاني متصدر ب 15 نقطه. 15 نقطه. تمام كده؟ تمام يا كابتن. والطائرات بعديه 15 نقطه، بس المتصدر بفارق الاهداف 21 هدف لنادي نشأ العمال. تمام يا كابتن. الثالث يا كابتن محمد. الثالث في المجموعه هنبدا الثاني بقى يا كابتن. الثاني. احنا الثاني قلنا الطائرات. الثالث حلوان النبليه 15 نقطه. 15 نقطه، تمام يا كابتن. ده المجموعه الاولى؟ ده المجموعه الاولى يا كابتن. يبقى نشأ العمال على متصدره قمه المجموعه الاولى. المجموعه الثانيه يا كابتن محمد سالم. المجموعه الثانيه منشئه ناصر 20 نقطه. تمام. الثاني عين السيرة. عين السيرة كام نقطة يا كابتن؟ 19 نقطة. 19 نقطة. الثالث شباب حلوان الجديدة 17 نقطة. 17 طبعا متصدر المجموعة الثانية منشية ناصر برصيد 20 نقطة. المجموعة الثالثة يا كابتن محمد سالم. طبعا المجموعة الثالثة طبعا بيتصدرها نادي مستقبل وطن صاحب العلامة الكاملة 21 نقطة. برصيد 21 نقطة من سبع مباريات. ايوه 21 نقطة. تمام. طبعا يعني الكابتن طبعا جمال دسوقي مدير فني فريق مستقبل وطن من الفرق المميزة، عشان انا متابعهم ومتابع الفرق كلها، بس يعني متابع مستقبل وطن اكتر. تمام. الثاني المجموعة كابتن بعد مستقبل وطن. بعد مستقبل وطن مركز شباب الساحل 14 نقطة. 14 نقطة، ده بعيد قوي من الاولاني. تمام. تمام. الثالث المجموعة الثالثة. الثالث مركز شباب الشعريه 14 نقطة. برضه 14 نقطة مقرر، تمام. الساحل بفارق الأهداف. طيب المجموعة الرابعة كابتن محمد. المجموعة الرابعة طبعا نادي اسكو العريق. نادي اسكو طبعا. طبعا. طبعا نادي عريق بقيادة الكابتن أشرف برجيلة. متصدر برصيد كام نقطة يا كابتن؟ 21 نقطة العلامة الكاملة طبعا. 21 نقطة من سبع مباريات. تمام. تمام يا كابتن. العلامة الكاملة. في ترتيب المركز الثاني. الثاني المصري القاهري بقيادة الكابتن تامر عبد النبي المدرب المخضرم. المركز الثاني كام؟ المصري القاهري. المصري القاهري 16 نقطة. 16 نقطة، تمام. المركز الثالث يا كابتن. المركز الثالث منشئة ناصر ب 13 نقطة. تمام، يبقى متصدر المجموعة الرابعة نادي اسكو طبعا برصيد 21 نقطة. المجموعة الخامسة والأخيرة كابتن محمد سالم في منطقة القاهرة. كابتن احمد بس حاجه مهمه جدا. اتفضل. بخصوص المجموعه الرابعه نادي توسكا بصراحه في مدرب محترم اسمه كابتن مصطفى عبد الرحيم، عامل فرقه كويسه جدا يا كابتن. تمام. اقل الامكانيات انا بحييه بصراحه على الفرقه ديت، فرقه ممتازه جدا. اسمه ايه يا كابتن؟ الدور الثاني هيكون لها شكل ثاني. اسمه ايه يا كابتن؟ كابتن مصطفى عبد الرحيم. كابتن مصطفى عبد الرحيم طبعا افضل مدرب نقوله في المجموعه الرابعه. لا هو بصراحه يا كابتن على يعني بقلل الامكانيات، مدرب صاعد يعني مدرب واعد بقلل الامكانيات، محقق نتائج طيبه وعامل فريق كويس. صح كده، تمام يا كابتن. تمام. تمام. المجموعه الخامسه ترتيبها كالاتي يا كابتن محمد، اتفضل. المجموعه الخامسه طبعا يا كابتن بتصدرها نادي مدينه نصر برضه من الانديه المحترمه جدا اللي لها مكانه في الدوري ديت، وصعدوا قبل كده. ده كان بيلعبوا اولى بيها كابتن مدينه نصر فعلا. تمام يا كابتن. طالع من النهائي طبعا الكابتن حسين الشحات طبعا نجم النادي الاهلي حاليا، والكابتن عبد الستار صبري والكابتن خالد الغندور طبعا نجوم نادي مدينه نصر، مطلع نجوم. متصدر بكام نقطه كابتن محمد سالم؟ متصدر نادي مدينه نصر 19 نقطه. 19 نقطه. نادي التربيه يليه نادي التربيه والتعليم من الفرق المميزه جدا هذا الموسم. التربيه والتعليم كام نقطه كابتن؟
تقريبا التعليم 18 نقطه يا كابتن. تمام 18 نقطه. المباراه القادمه ما بين الاول والثاني هتبقى مباراه يعني بست نقط لاي فرقه من الفريقين اللي يكسب، هتبقى بالنسبه له يعني مباراه مهمه جدا يعني. تمام يا كابتن. طبعا ما طبعا متصدر المجموعه الخامسه نادي مدينه نصر برصيد 19 نقطه. شكرا جزيلا للكابتن محمد سالم طبعا مدير اعداد وتصميم طبعا وعرض نتائج المجموعات الخاصه بمنطقه القاهره للقسمين الثاني الثالث والرابع. طبعا ما ننساش طبعا مدينه نصر عنده مباراه مع الثاني اللي هو نادي التربيه والتعليم يوم الخميس القادم على ملعب الأميرية إن شاء الله. طبعا في ختام هذه الفقرة طبعا بحب أشكر ضيوفي الكرام الكابتن أيمن طلعت والكابتن عمار طلعت. حابين تشكروا حد قبل ما ننهي معاكم يا كابتن أيمن؟ لا والله احنا بنشكر بس في واحد بس صديقنا كابتن احمد سامي فرجاني الشاهد كابتن احمد اعلامي يعني بصراحه الشاهد تمام بيعمل تغطيه جامده للجروب بتاع الفريق معانا في كل حاجه بيجي معانا جميع الماتشات بصراحه بدون اي مقابل بدون اي حاجه احنا خالص تمام. بنشكر كابتن محمد فكري في غيابه برضه كابتن محمد الاداري اداري الفريق. بنشكر طبعا اللعيبه اللي عاملين معانا شغل كويس اول سنه يشتركوا اول سنه يلعبوا 11 تمام. تشكر حد كابتن عمار؟ بنشكر حضرتك الاول الله يخليك يا كابتن. وبنشكر اللعيبه اللي معانا اللي احنا عاملين اقل حاجه واقل امكانيات الحمد لله بفضل ربنا الحمد لله المركز الثاني. وبنشكر كل الناس اللي متابعانا وبتدعمنا وان شاء الله بنوعدكم ان هيبقى في حاجه افضل باذن الله. عندك حد تشكره محمد قفشه؟ ده انا جاي مخصوص عشان كده. اتفضل اشكر يلا. بحب اشكر طبعا والدي ووالدتي طبعا بيدعموني في كل حاجه في التعليم. دوم الفضل بعد ربنا طبعا. دوم الفضل بعد ربنا وخاصه والدتي يعني هي اللي ربنا يكرمها في ظهري. محمد هاني تحب تشكر مين يا محمد؟ بشكر والدي ووالدتي اللي واقفين ورايا دايما بيحققوا لي كل مطالبي والكباتن على مجهوداتهم معانا برضو. ربنا يوفقكم يا رب. ربنا طبعا في ختام هذه الحلقة بحب أشكر ضيوفي الكرام وإن شاء الله بإذن الله في الحلقة القادمة نفتح ملف الشركات تسويق اللاعبين اللي خدت أندية وما التزمتش بقيد اللاعبين ولمت فلوس على الفاضي وطبعا ما التزمتش بلعب دوري ولا التزمت بأي حاجة يا دوبك سلموا بس الأولاد تيشيرتات. هنجيبوا الأولاد وهنجيبوا طبعا رئيس القطاع اللي كان موجود ولكن إن شاء الله بإذن الله هنفتح الملف كامل كل عشان اللعيبة تاخد حقها إن شاء الله بإذن الله. طبعا بحب أشكر طبعا فريق كسر العمل الداخلي والخارجي وإن شاء الله انتظرونا وبرنامجكم ملاعب بلدنا في تمام الساعة 9 من مساء يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.